Ciao a tutti, oggi mangio a casa di marocchini, una bella famiglia che mi ha ospitato e c'è tutto sto bel dindio da dire. C'è la pastella, l'afsa, soffa da raclas gara mugaribia, c'è mugaribia che arfo, soffa di enna. E poi c'è riso, un'insalata, verdure, una torta salata. Una torta salata praticamente. Una torta salata alla fine, sì, giusto. È ripiena di salmone e spinaci. Poi ci sono l'ananas. La crema di avocado. Con la crema di avocado vicino. Insalata di riso. E tanta tipo di insalata intorno. Fagiolini. Poi c'è del pane con il ripieno. Spero che vi sia piaciuto. C'è la preparazione per la pastella. Ecco qua. Poi abbiamo un bel pezzo di pane ripieno con le mandorle e le datteri. Le datteri, giusto? Sì. La Fatima sta preparando qua. Sì? Sì. Brava Fatima, hai visto? Gamberoni, gamberoni. Gamberoni. Ah, l'ovetta. Le mandorle. Mandorle da sbucciare. E una pizzatina di involtini. Sì. Cosa fai? Bello, 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 bello. Buono, 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 buono. Però tutto carne, Giacomo, non puoi mangiare niente. Qua buono, c'è buono. La carne. Qua piena di carne. Qua c'è la carne. Ma dove sta la carne? L'ho fatto in mano. Oggi come? Che cosciamo? Non ce n'è carne. Niente carne. Anche bravo. Questa. Non ci sono per adesso e per queste, basta. Va bene. Tutto ok allora oggi. Ma io non le metterci. Oggi il mio onomastico San Giacomo. Auguri. La grande. Ok. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي عزتي المشاهدين المشاهدات، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة فضل نهار يا ربي. كيف ما كنشوفوا معنا اليوم معروضين عند قناة الأميرة شانيل، هي كتوجد في الطبيلة ديالها. راكم كيما شفتوا جاكم وشارك معكم هذاك الشيء اللي باقى التحضيرات، باقى مسكينة كاع ما وجدات وهو كيصور. قلنا ليه خليها غير تتكمل، قال لك نو هادشي هو الزوين في الفيديوهات، بدا كيصور لقطات من البداية. هي غالي قادتها كتجيب كتحط في الطبلة كتوجد هنايا. المهم دارت اطباق زوينين وكيشهي وداكشي بنين صراحه. وغيرنا الاكل ديال الدار وجمعنا شويه وضحكنا، وهذا هو اللي مهم كاع. ويكاند الواحد خصو يخرج يبدل شويه، وحنا خرجنا جينا عندها، عرضت علينا بحق وجينا. مع ديجا سبق جيت عندها ولكن قالت لي لا ماشي ديك العراضه اللي درت لك ديك المره وهذه. والصراحه فاجاتنا اليوم، دارت اطباق رائعه زوينه بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما. كيف ما كتشوفوا ها هي كلشي حطاتو متول، ومسكينه محنات شقات بزاف لان الطربيق هذا ما دا فيه ديال الشقه. سلق هذه دير هذه، قلت لها كون درتي غير البسطيله، لان قالت لي جاك ماما كياكلش اللحم غندير ليه بسطيله. ولكن عقبت زادت حتى هاد السلطه جات واعره هذه. والمهم البنات اللي بغيت تدخلوا عندها غنخلي لكم الاسم ديال القناه ديالها هنا الفوق، دخلوا عندها وشرفوها عند داكشي. واللي بغات تشوف كيفاش صايبات هاد الاطباق راه غادي تدخل وتشوف كلشي هادشي منين مصايب. Thank you.
bello. La pastella. I spaghettini. Sfifa magrebini. Tutto magrebino. Tutto marocchino buono oggi. Marocchi. ميركاسي اميره ومرحبا بالبنات كاع اللي متابعينك في القناه وتنشكر البنات كاع اللي دخلوا من عندك وشجعوني وكيخليو ليا تعاليق زوينين والله الا فرحتوني والله العظيم صراحه كاع البنات اللي متابعين امينه في المستوى الدبات شكرا لك انت يا اختي فاطمه الزهراء ومحلتي راسك بزاف درتي اطباق رائعه في المستوى في الحقيقه كل شيء زوين كل شيء انت والله العظيم محلناك صراحه والله الا محلتي راسك تستاهلوا ما اكثر انتم اللي الخير واخا ما نعرفاش ندير انتم اللي الخير نتمنى كاع المتتبعين لدي وليلة لدي ونهاي يبارطاجيو هاد الوصفات ديالها لان فعلا تستاهل يعني انكم دعموها وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش القناه ديالها حتى هي ان شاء الله تكبر لان فعلا كتستحق والله العظيم انا نقولها لكم لان انا اللي شفت هاد الاطباق قدامي وغادي ناكلهم وغنعطيكم رايي عاوتاني من بعد ونتمنى لكم التوفيق حتى نتوما ان شاء الله شكرا عارف مرحبا بلودو grazie tutto buono tutto bello tutto preparato okay, grazie in maniera fantastica ok grazie Giacomo. لا تشاهد الفيديو فنيانتي لا متباش انا بصيت